صباح الخير ماري، يبدو أنه التقلبات مستمرة يعني بنفس الجلسة على الأسواق، وحتى التباين بين الأسواق الخليجية مستمر. هل هذا ما سنترقبه هذا الأسبوع أيضا؟ ما الذي سنركز عليه؟ سؤال دايما بسألك إياه صباح وبعرف الخير أنه آلاء، صعب ويعطيك بهالمرحلة. صباح الخير آلاء، ويعطيك ألف عافية. أنا بدي أعقب على اللي كان عم بيقوله عماد من شوي على قصة المضاربة بقلب الأسواق. مؤخرا سبب التذبذب يلي عم نشهده نحن بخلال الجلسات الوحدة بقلب الأسواق الخليجية هو سبب الرئيس تبع المضاربة يلي عم بتصير من قبل المستثمرين، خاصة المستثمرين الفرديين. يعني لحديت اللحظة بعتقد بعد ما وصلنا لل 50 مليون درهم على سوق بأحجام تداولات على سوق دبي المالي، يلي هو بيعكس يعني عدم وجود المستثمر الأجنبي أو المؤسسات بقلب هذه الأسواق بهذه المرحلة. فيما يتعلق بالتوقعات لهذا الأسبوع، يعني التقلبات حتضلها مستمرة، ولكن الملفت أنه خلال هذا الأسبوع حيكون في عنا مراجعة الفوتسي اللي صار لنا فترة عم نحكي عنها. لا، فهذا الموضوع ممكن أنه يخلق نوع من تدفقات نقدية أو سيولة على الأسواق الخليجية بأسماء معينة قيادية بقلب الأسواق، مثل الأميرتس أم بي دي اللي صار لها فترة عم نشهد ارتفاعات من بعض ضغوطات بيعية كنا في فترة من الفترات شهدناها بسبب تعديل الأوزان. ولكن بهذه المرحلة إذا ما قدرنا نحن نتخطى هذا الهدوء يلي موجود بقلب الأسواق، ممكن أن تمتد لنهاية الشهر عند نهاية الفصل يلي هو حيتم من بعده إعلان نتائج الشركات، يلي ممكن أن تكون محرك لفترة قصيرة يلي هي فترة الإعلان. هلأ بهذه الفترة، نعم تفضلي مايا. ماري، بعد الأداء القوي اللي شفناه بفترة طويلة بالأسواق، الأسبوع الماضي شهد تخارج بسوق أبو ظبي نوعا ما من الكثير، هل يمكن أن تعز إلى عمليات جني أرباح، ولا هذا تراجع مستمر لأنه له فترة بنشوف شوية تراجع بسوق أبو ظبي؟ هلا مايا، نحن التراجعات اللي شفناها بسوق ابو ظبي كانت على اسماء معينه، وكانت حتى بفتره معينه. يعني اذا بنطلع نحن تاريخيا هذه الاسماء كانت على ارتفاعات. الجمعه الماضي كنا عم نحكي انا وزميلي نور عن اسباب التراجعات اللي نحن عم نشوفها على مؤشر سوق ابو ظبي، وهي بتعتمد على اربع شركات تحظى باكبر وزن موجود بقلب السوق. يعني في شركات يمكن نحن ما بنطلع عليها بشكل يومي بحكم انه هي وزنها منه كثير كبير، ولكن الاسهم بشكل عام الاداء تبع السوق منه سيء. يعني التراجعات حتى عم نشوفها بشكل طفيف، ولكن الاسهم اللي بتحظى بالوزن الاكبر فاب، الفا دبي، مالتي بلاي، اي اتش سي، هي اللي كانت عم بتسبب بهذه التراجعات على المؤشر. ولكن المستثمرين دائما في عندهم انتقائيه بالاستثمارات تبعهم، وهون بيدخل عنصر المضاربه. وقت اللي بيصير في عندنا ارتفاعات متتاليه على اسماء معينه، طبيعي انه نرجع نشوف تخارج منها بسبب جني الارباح، لانه المستثمرين هلا بهذه الفتره يلي هي فيها عدم يقين بيتجنبوا انه يضلوا محافظين على استثماراتهم فترات طويله، تجنبا للمخاطر يلي ممكن انه هن يواجهوها في مكان ما وتكبدهم خسائر. فهذه الفتره يعني حيكون فيها كثير من التقلبات. يمكن على نهايه الشهر نرجع نشوف نوع من استقرار، نوع من ايجابيه عند المستثمرين اذا كانت التوقعات تبع النتائج ايجابيه، وهذا موضوع حنحكي عنه بالاسابيع الجايه. حنحكي عن شو هي التوقعات للنتائج وكيف ممكن تكون تحركات تبع الاسواق بهذه الفتره المقبله. شكرا لك ماري، دعينا